احتفلت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بتنصيب رئيس جديد للجامعة، حيث تمت مراسم تسليم وتسلم رئاسة الجامعة من الدكتور أحمد الجهري إلى الدكتور عمرو عدلي. وتعد الجامعة المصرية اليابانية نموذجا للعلم والمعرفة في مصر، حيث تمثل امتدادا لأواصر الصداقة بين مصر واليابان، كما تعد نموذجا يجسد حجم الدعم غير المحدود والتعاون السياسي المتبادل بين مصر واليابان. الجامعة دلوقتي تمتلك منشآت رائعة، تمتلك باحثين على أعلى مستوى، تمتلك معامل على أعلى مستوى. إن شاء الله الجامعة تقوم بمسؤولياتها وبدورها في دعم كل أهداف الدولة.